صباح الخير صبايا. رح أسمي هالبوست صباح الفنجان القهوي. رح ندعم وصفاتنا اللي عم ننزلهم باليوتيوب، ندعمهم بالجواب على أسئلة الصبايا، ونتعرض لأشياء تانية. لضيق الوقت عم بجمع الأسئلة مشان أجاوب ببوست واحد، نحاول قدر الإمكان نفيد الصبايا المبتدئات. ونحن منقول دائما صدقيني نوصل لدرجة بالعمر كبيرة ونحن عم نتعلم. طول ما نحن عايشين عم نتعلم ومنكتسب أفكار من الصغار والكبار. صبايا، اليوم وصفتي بطاطا مع الفروج. البطاطا بدي اياها بكزبرة وتوم. اول شي رح اعطي نصيحة، البطاطا وقت اللي بتقليها المفروض ما نروح ونجي نقلبها ابدا، وحطي زيت وفير وبطاطا كتير، يعني بغمرة وحدة بتقلي 3/4 الكيلو. أخذت لون هالبطاطا مو تأمير كامل، بدي أعملها بطاطا كزبرة وثوم. نحن منلاحظ بعض الوصفات البطاطا اللي بكزبرة وثوم أو البطاطا مع الفروج بتلاقيها لون غامق للبطاطا، والفليفلة والثوم محروق وملدوع، أو بتلاقيها مسلوقة سلق ما فيها هالقرمشة الطي. نحن بدنا نحلل كل أمر منعمله. وقت اللي قليت البطاطا هاي للكزبرة والثوم، حطيت ملح وحطيت ثوم وحطيت كزبرة، ما حطيت فليفلة حمرة. ليش بتسأليني صبية ليش؟ لأنه الفليفلة الحمراء مجرد ما نقليها بدها تتعرض للسواد وتحترق معنا، ما هيك صبايا؟ شوفي الثوم، انقلت البطاطا لأنه قلي جيد، ما احترق الثوم. تمام صبايا؟ طيب هون قليتهم للبطاطايات وحطيت هون، رديت حطيت كزبرة وجزء كتير بسيط من الثوم مع فليفلة حمرة ناشفة. وهلأ رح أفرجيكي الدبس الفليفلة. صبايا، هذا هو الدبس الفليفلة، تحضير منزلي. تحضير منزلي، نحن المغتربين لظروف المناخ، من كانت من غبار وان كانت رطوبة جدة، ما منقدر ننشرها على السطح او في البلكون. ليش؟ لانه رح تعفن معك من الرطوبة. المناخ ما بيساعد، في هجوم قوي من اخواتنا السعودية عذرا. نحن ما عم نهين هالبلد، هاي ظروف مناخية وظروف طبيعية من الله. تمام؟ بسوريا بتلاقي الشمس ما لها حارقة مثل شمس السعودية، بتحرق حرق والجو ناشف وفي هواء. الدبس الفليفلة بحاجة لهواء أكثر من شمس حارقة، لأنه الشمس الحارقة بتحرق الفليفلة وبتعطيك الفليفلة على سواد. بكل بساطة الفليفلة الرومي بتجيبيها، وبتجيبي فلفل هندي الرفيع لنعدل من حدودية الفلفل، منشرحها نتخلص من البذور والعروق، ومننشرها على شرشف داخل البيت. مجرد ما تشعلي المكيف والمروحة رح تنشف بعد 48 ساعة. بتديريها على الماكينة أو على الميكسر، هذا هو الميكسر البراون. رح تبذل ماء. طيب بكل بساطة عنا البديل للشمس، إما على نار الغاز مع تحريك مستمر لتنشف السوائل،
أو داخل الفرن منروح ونجي منحرك، نحن منعرف الفرن كمان بنشف السوائل. طب راح تبقى رطيبة، إيش منعمل؟ تكملة نضعها بالبراد مكشوفة، البراد بنشف السوائل، والدليل إنه نحن الطعام نغلقه. ليش؟ بنايلون تغليف مشان ما تنشف الطعام بنفس الوقت، مشان نحافظ ما يكون في رائحة طعام متداخل بالبراد، تمام صبايا؟ ولنحافظ على رطوبة الأطعمة، تمام صبايا؟ هاي هي الدبس الفليفلة، منخزنها بكل بساطة إما بعبوات بلاستيكية أو أكياس فريزر، بتفرغيها من الهواء وبتغلفيها، وممكن ببساطة بمطربان زجاجي، أي مطربان متوفر عندك. ممكن بالنهاية تختميها بمعلقة زيت زيتون، وممكن لا ما دام بالفريزر. خارج البراد بتم عندك، ولكن بعد شهرين رح تتغير طعمتها للفليفلة ويغمق لونها. لا تكتروا ملح كتير، ليش؟ لأنه بيغمق الفلفل. وقت بتنشفي الفليفلة كتير وبتعرضيها على الشمس كمان بتنشفيها. بسوريا بعد ما تطحنوا الفليفلة بالماكينة ممكن تطالعيها بكل بساطة، تنشريها يوم كامل مع تحريك، رجاء حطي شاشة مشان الغبار. بيصير عنا هالفليفلة الرائعة، هي تحضير منزلي، هذا اللي عبتلمعي. أنا بحب أترك جزء من الرطوبة فيها، ولكن هي مخزنة بالتلاجة، هذا اللي عبتشوفيه هذا زيت زيتون. طيب بوصفتنا بحاجة لهالدبس الفليفلة، بحط دبس فليفلة بهالشكل والتوم وكزبرة، وبخلطهم بين إيدي دأخذ لون جميل من أروع ما يكون. بدنا نتعرض لخلطة التوم الرائعة، هذا هو لا يمكن يتغير لونه إذا حضرتيه بطريقة تحضيري الجيدة. هذا هو بكل بساطة، بتاخدي بالمعلقة، هو طري، شوفي شلون هو طري، لا يمكن، بس شفتي جمد معناتها أنت منقصة زيت، ما رح أعطيك مقدار. بكل بساطة منقدر نستعمل الأحاسيس، هي وهبة من رب العالمين وأجمل مقدار. مجرد ما كان طري معناته أخذ كفايته من الزيت ومن الملح الخشن الغير حاوي على اليود، مع معلقة سكر لتحافظ على هاللون الجميل، تمام صبايا؟ بدي أعطيكي سبب وجود كل مكون. الملح هو حفظ ومادة داعمة لليونة، السكر كمان بيحافظ على اللون الجميل وبيعدل الطعم وبيحافظ، هي مادة حفظية، تمام؟ الملح والسكر. الزيت بيعطي ليونة زائدة، تمام صبايا؟ بس رجاءً بعد ما تخلصي تاخدي كمية التوم المفروض ترجعيها على الفريزر، ما بنحط بالبراد تحت. ليش؟ لأنه رح يصير لونه أورانج أو لون أخضر. في صبايا عم يشتكوا عم ملو بلونه أخضر، لأنه هو الزيت كان مو صحيح، الملح مو صحيح، السكر مقداره غير صحيح. منحط هالتوم، هو ملح كتير فيه، مشان هيك ما بدنا نكتر ملح في البطاطا، هون في ملح بالتوم مشان هيك نعدل الطعم وما نكتر ملح. طيب خلصنا من التوم، ومباشرة بدي أرجعه على الفريزر.